أستاذ شفنا مقطع لاستئجار بيت بدون علم صاحبه، هل يمكن أنها تصير مثل هذه الحالات؟ طبعا هذه حالات يعني حالات نادرة، ما هو شيء معتادين عليه ولا هو يعني ظاهرة، فرضا نسميها إنها ظاهرة موجودة في مجتمعنا، ولكن هذا شيء نادر. طيب وش الإجراءات والتطبيقات اللي وضعتها الدولة لحماية المؤجر والمستأجر؟ يعني أول إجراء وضعته الدولة ويضمن حقوق الطرفين، إما المالك وإما المستأجر وإما الوسيط، هو الآن منصة إيجار. بالذات الوحدات السكنية هذه يعني شيء مدرج في كل معروف لدى الناس يعني، فبالتالي ليس ما أحد يقول أنا ما عندي علم أو ما عندي خبر إنه هذه العقود أو إنه أنا كمستأجر أو كمالك ما أعرف أتعامل مع هذه المنصة إيجار. حسب رواية صاحب البيت يقول إنه اللي أخذوا بيته بدون علمه واللي تفاجأ فيهم يقولون له بأنه عملوا عقد من خلال منصة إيجار. طب أنت تقول لي الآن إنه منصة إيجار هي اللي تأكد لي موثوقية العقد؟ يعني احنا اليوم نعتقد انه قد يكون في خطأ يعني في تسليم الوحدة المؤجرة، قد يكون بالفعل انه اليوم المستأجر هو وثق العقد وفي منصة ايجار والوسيط صحيح، وما يخفى على الجميع انه مالك العقار من المقطع مذكور انه هو وسيط عقاري او عنده او مطور عقاري، فقد يكون عنده عدة عقارات او عدة وحدات سكنية، فبالتالي انه قد يكون انه اشكل عليه في موضوع الوحده العقاريه. فاليوم المستاجر قد يكون بالفعل هو وثق عقده ولكن ليس لهذه الوحده، لوحده عقاريه اخرى.